الحياة تأخذنا الحياة في طرق رئيسية ومتشعبة، منها ما يكون مفعما بالأمل والتجارب التي تبعث فينا الحماس وتقوي الإرادة لنحقق أحلامنا، ومنها ما يكون محتويا على عوائق تحفزنا على تحدي الصعاب لنتخطاها، فتقوى بذلك شوكتنا وتتهذب أنفسنا وتعتاد على تحمل المسؤولية. إنها الحياة التي تحوي كل ما قد يدهشنا أو يسعدنا أو يحزننا أحيانا ثم يفرحنا.